تحت شعار بدم الشهداء نكتب التاريخ، انطلقت فعاليات مهرجان طائر الفينيق المسرحي التاسع برعاية وزارتي السياحة والثقافة على مسرح الهواء الطلق في كورنيش طرطوس البحري، وبحضور فعاليات رسمية وأهلية. هذا المهرجان التاسع على إيقاع انتصارات الجيش العربي السوري وعلى خطاب النصر للسيد الرئيس الدكتور بشار الأسد في مؤتمر وزارة الخارجية والمغتربين، وهي رسالة إلى كل هذا العالم بأن سوريا بدأت تتعافى. رسالة للعالم من طرطوس، طرطوس الشعب الحي، الشعب المنتصر، طرطوس أم الشهداء. نحن صحيح في حرقة على شهدائنا وعلى جرحانا، لكن بالوقت نفسه الحياة بدها تستمر. هذا المهرجان هو برأيي أنا علم من أعلام الانتصار. مسرح دائما يشرع أبوابه لكل المجتهدين، وفرق الطائر الفينيق هي من الفرق المجتهدة التي تقدم على مدى سنوات عديدة هذا المهرجان، وهي عبارة عن عمل فني يوثق الشهداء في المحافظة تقديرا لتضحياتهم ولبطولاتهم، ولنؤكد بأننا كل يقدم جهده من مكان عمله. العنوان العريض لهذا المهرجان هو أن سوريا تنتصر، ومنأكد أن دماء شهداء الأبرار لم تذهب السودان، وإنما ذهبت هذه ليبقى الشعب العربي السوري وتبقى سوريا موحدة منتصرة بإذن الله. تخلل المهرجان ألقاء عدة كلمات تحدثت عن تضحيات رجال الجيش العربي السوري في محاربة الإرهاب على امتداد مساحة الوطن، كما قدمت فرقة طائر الفينيق مسرحية بعنوان ربيع أمريكي طويل بمناسبة السنوية المئوية لوعد بلفور. رسالتنا لكل سوري بحب البلد، لكل إنسان عم يشتغل من قلب لهالبلد، يعني خلونا نحط إيدنا بيدين بعض كلنا لحتى نبني سوريا. مهرجان بيدل أنه سوريا بخير والنصر قادم بإذن الله. دليل تقدم إن شاء الله، النصر بإذن الله تعالى. هلا هو دليل حب الحياة أول شيء، ودليل انتصار، وانتصار اللي صار بفضل جيشنا والقوات اللي معه والصديقة اللي معه. خلال هالعمل هذا ومن خلال أعمال كتير مثل مثلا معرض دمشق الدولي بالشام، عم نثبت للعالم كله أنه الإنسان السوري أكبر بكتير من هالمشروع اللي عم بيحاولوا أنه يهدوه. يأتي هذا المهرجان المسرحي ليؤكد بأن ثقافة الفن وحب الحياة مستمرة في كافة المحافظات رغم كل محاولات الإرهاب الفاشلة بضرب مفاصل الحياة في سوريا.